في عناوين نشرة الليلة: بين ضفتي الأطلس، خلي عينك على الجديد. الجديد بيتمنى لكم سنة خير، حب وسلام، خلي عينك على الجديد. محركات التأليف معطلة واتصالات حزب الله بسيل شغالة. الأساتذة في عطلة رسمية والنواب في إجازة على حساب. السياسي بلبنان يعني بده يسمح لي. الكرد في شمالي سوريا أمام خيارين، إما الحرب أو الدولة السورية. قضية الدخول على جميع المناطق بعتقد هاي مسألة سريعة لنتكلم فيها. رفض دخول الجيش السوري، نعم هناك احتمال لمواجهة. شتاء طنطورة، ليال صيفية مع ماجد الرومي. في ترانز ميس أفريكا أون فاير. وفي فن الخبر، روبرت دينيرو امرأة لرئاسة جمهورية أمريكا. Well, I think someone like Bloomberg. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.